يومكم جميل وإن شاء الرحمن هيبقى أجمل بأكل صحي. من زمان قوي منذ بداية الخليقة والبني آدم بيدور على أي مكان فيه مصدر رزقه، مصدر أكله، مصدر غذاء، لأن الأكل أساسي للبني آدم، ده غريزة أساسية وطبيعية، فدايما بيروح في أي مكان يلاقي فيه الأكل، ولكن بيقعد يطور من الأكل ومن طريقة الطبخ عشان يتذوقه ويبقى مذاقه أحسن وأحسن. وفي سنة 1765 افتتح السيد بولينجر ومراته أول مطعم في العالم في العصر الحديث، كان في شارع اللوفر في فرنسا، وكان بقى من الطرائف إنهم قبضوا عليه وسجنوه لأنها فكرة غريبة، أول مرة واحد يبيع طعام مطبوخ في الشارع كده، ولكن الحمد لله رفع قضية وكسبها، ومن ساعتها ابتدى كل الناس تفتح المطاعم حواليه. ومن فرنسا هندخل على مصر. علاقة الأكل مع المصريين علاقة وطيدة من زمان وعلاقة جامدة جدا، كل أعيادنا مرتبطة بالأكل وكل مناسباتنا مرتبطة بالأكل، عندك شم النسيم الفسيخ، العيد الصغير الكحك، العيد الكبير اللحمة، وفي رمضان حتى مولد النبي لازم حلويات المولد، حتى عندنا في الأمثال الشعبية دايما نقولك كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس. طب بس يا ترى بعد حلقتنا النهاردة هناكل كل اللي يعجبنا؟ وبما اننا في زمن السرعة وتطور التكنولوجيا زاد الاكلات السريعة والوجبات المحفوظة، وبعدنا عن الاكل الصحي خالص، لان طبعا الاكلات المحفوظة بتبقى اسرع وبتبقى حتى احلى في الطعم، وعشان كده زادت المواد الصناعية المضافة للوجبات المحفوظة. طب ايه هي المواد المضافة؟ المواد المضافة على الاكل بيضيفوها ليه؟ بيضيفوها عشان تحسن نوعها، عشان تحسن طعمها، عشان تحسن ريحتها، عشان كمان تطول عمرها وتحفظها من التلف. المواد دي ممكن تبقى طبيعية زي الكركم وممكن تبقى صناعية. وطبعا المواد المضافة اسمها طويل ومعقد جدا، عشان كده الدول الأوروبية عملت لها ترقيم دولي اسمه الـ INS، بيبتدي باللتر أو بحرف E وجنبيها رقم عشان يتعرفوا عليها، هل هي طبيعية ولا هل هي صناعية ونوع المادة إيه كمان. يعني هديكم مثلا، لو E 100 لـ 199 دي بتبقى مواد ملونة، طب لو E من 200 لـ 299 دي بتبقى مواد حافظة. من أمثلة المواد المضافة مثلا هتلاقي مادة خطيرة جدا على طول في شنطة ابنك وهو رايح المدرسة، حاجة اسمها المونو صوديوم جلوتامين، بتبقى موجودة في كيس البطاطس اللي بياخدها أو ساندويتش اللانشون أو ساندويتش الهامبرجر أو ساندويتش السوسيس، ودي مادة خطيرة جدا. المادة التانية اسمها نيترايت أو نيتريك أسيد، هتلاقيها في اللحوم المصنعة زي اللانشون والهامبرجر. وفي مادة تالتة إلى حد ما يعني بيعتبروها آمنة اسمها الجيلاتين، دي بتيجي من جلد وعظم الحيوانات. الدول الإسلامية بقى بتحرص انها تجيب الجيلاتين الحلال. كل المواد المضافة دي الى حد ما نعتبرها آمنة لو اتحطت بكميات مصرح بيها دوليا. طب يا ترى بقى الضرر بيجيلنا منين؟ بيجيلنا من طريقين، يا اما حاطين مواد مضافة بنسبة اكبر من المصرح بيها دوليا على العبوات كلها، او مننا احنا كمستهلكين قاعدين بنستهلك كل يوم وجبات سريعة، واطفالنا كل يوم قاعدين بياكلوا وجبات سريعة، اخد كيس البطاطس واخد علبة العصير ومعاه ساندويتش الهامبرجر، كل ده في اليوم يخلي المواد المضافة دي تتراكم في جسمه وتسبب له مشاكل خطيرة. يا ترى بقى ايه المشاكل الصحية اللي ممكن تحصل من المواد المضافة دي؟ بتحصل مشاكل صحية كتيرة قوي خطيرة لكل افراد الاسرة، بس بالذات على الاطفال وعلى الحوامل. يعني مثلا لاحظنا ان الاطفال عندها حساسية، زادت قوي الحساسية الايام دي، واحنا مش عارفين من ايه، التاني من الاكل اللي قاعدين بياكلوه، لان الطفل قاعد بياخد عصير وبياخد لبان وبياخد ساندويتش همبرجر، فكل ده سببت له الامراض اللي زي الحساسية وزي كمان زيادة الوزن. لاحظنا طبعا كل العالم مش مصر بس بيشتكي من ان الاطفال تخنت وما يعرفوش من الاكلات السريعة ومش من الاكل الصحي. كمان
حصل للأطفال إيه؟ قللت مناعتهم. كل شوية نقعد نقول ابني تعبان، ابني بيجيله برد، أصل ابني مناعته قليلة، وكمان ابني أصله عامل زي القرد، ابني شقي، ده ابني بيمشي على الحيطة. حاجة مرض ممكن يجيله اسمه فرط الحركة، وهي ما تعرفش ليه، أتاري من الأكلات اللي هي بتأكلها له الأم. كمان للأسف إن الحاجات دي كلها بتحمل وبتبقى عبء على الكبد وعلى الكلى، وممكن تأثر على الوظائف بتاعتهم. والأخطر والأخطر بعض الشر عليك وعلى أولادنا إنها ممكن تسبب أورام. طب يا ترى بقى نعمل ايه عشان نوصل لوجبة صحية سليمة للأسرة؟ اول حاجة نبعد عن الاكلات السريعة تماما، ونبعد عن الاكلات المحفوظة والاكلات المجمدة حتى لو خضار، وده بقى في ودن كل واحدة ست، بلاش الخضار المجمد. وحتى البطاطس المقلية اللي ابنك بيشتريها من برة فيها ايه، ما تعمليها انت جوه بطريقة صحية، والهمبرجر كمان. تاني حاجة لازم تشوفي اي عبوة مكتوب عليها حرف الاي، لو لقيتي اكتر من اي واحدة يبقى كده فيها مواد مضافة كتير، يبقى بلاش منها وبلاش تشتريها لابنك. نمرة ثلاثة، لازم نشرب مية كتير، لان المية بتساعد على طرد السموم من جسم وتمنع تراكم المواد المضافة. كده بقى هنوصل ان احنا وفرنا لأكلة هنية وصحية، وبرضو هتكفي مية. ويا رب ارزقنا خير الاشياء واكفنا شرها. شفتوا بقى قالوا ايه عن المواد المضافة للاكل، والعلم قال ايه؟